أحسنت. بس في الآخر مش حاطط نون. مش حاطط ايه على الألف؟ نون لا مفيش نون، ده اسمه تنوين، احنا لسه هناخده. برافو عليك، بس انت كده شاطر. أحسنت. اقعد يلا يا دودو كده. طيب ناخد كلمة كمان. مستعدة يا شهودة؟ شادي الجميلة معايا؟ ماشي يلا هناخد بقى كمان كلمة. احنا كنا اخدنا ايضا واخدنا كلمة نخليها سهلة. بالطريق، بالطريق. بالطريق. يلا يا دود. امسك بقى لك تكتب ايه؟ بطريق، ما بقاش في بطريق، امسك كده، امسك القلم. طيب ماشي، حرف ولا يلا بي بيه. بي لا بس مش ده الحرف اللي بيمسك، مش هو. ايه غير ده؟ استنى، امشي شوية، وسع شوية، وسع ما شوية، هو ربنا أنا وسع عليك. عملت كده. ماشي معلش، اكتب هنا بقى. ميتو يلا يا شاطر. مش شايفة يا شهد، معلش. لا احكي كده شوية. ايوه بالطريق، شطورة، ممتاز. يلا يا دودو كده، كتبت ايه؟ بي ولا لسه؟ بكتب القصة ماشي شاطر. بي بعدين قلت بيت ط ط ط ط ط بعد طو البي ايه؟ اه طا طا. خلصت؟ بالطريق. وقع عليها شرطة. الطاء عندها، اه عندها الخط الأفقي بتاعها، الخط الرأسي بتاعها الطاء دي. طاقة عليها سكون أيوة بيت. مش اه بس هي ساكنة برضو يا شهد. بيت عشان أنا وقفت ومسكت فيها كده. بيت ريق. ايه ثانية ري ده ايه؟ ري. راء، أنا كتبت راء اه بس طب احنا سمعنا صوت طويل فيها، قلنا بطري، يبقى هنا بعد. ايوه شاطر، ايه الشطارة دي ما شاء الله. ايه بطري ق ق ق ق. ايوه ممتاز جدا. القاف. وممكن نضم القاف بطريقٍ، تنوين ضم. خلاص وريني يا دود، والله وريني يا بحر. بطريق. الله الله على الشطارة، أحسنتم، ممتازين جدا، شاطر. طيب تعالوا بقى ناخد النهاردة بقى إيه يا شطار؟ قصة جديدة بحرف جديد يا شطار.
يلا مستعدين؟ ذهب ذهب شطورة. أجل ذهب ذهب جمال هو آه. خدوا بالكم بقى، فاكرين أنا مش قلت كراسي الهمزة فاكرينها؟ انا ما قلت، هي اللي بتقول انا ما بقولش اصلا، هي أيوة اللي أنا بتقول. أنا سامعة شهودة. ماشي طيب، فاكرين كراسي الهمزة؟ يس ايه هي كراسي الهمزة بقى؟ بس انا مش فاكرها. مش فاكر كراسي الهمزة؟ احنا اخدناها. كراسي الهمزة كانت ايه هي يا شهد؟ فكرينا بيها كده. اللي هي على الواو، اه اللي هي الهمزة، اللي واو همزة على كرسيها الباء. ألف مرة ومرة واو. برافو عليكي. كرسي الهمزة هنا الواو، وممكن تيجي على الياء، وقلنا لو جت الياء متصلة بتكتب بهذا الشكل وبتتقال ايه؟ همزة على نبرة، صح؟ والهمزة اللي على السطر، صح ولا لأ؟ وقلنا الهمزة لو جت على أي حرف فيهم احنا بنقرأ الهمزة بس، يعني مش بنقرأ الألف، مش بنقرأ الواو، مش بنقرأ الياء، بنقرأ الهمزة بس، الهمزة بس اللي بتقرأ. تمام؟ تمام. يعني هنا في القصة بتاعتنا لما هنا قال ايه؟ ذهب. ها اقرأوا بقى الكلمة اللي بعدها دي. ذهب 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 ايوه هو ده ذهب ده الهمزة على واو، يبقى هقرأ الهمزة والهمزة مفتوحة صوتها ايه؟ صوت الهمزة مفتوحة ايه؟ أنا يبقى يعني مش فاكر مش فاكر كمان الهمزة بتتنطق ازاي. ايوه شطورة. همزة همزة فتحة يا آدم، ايه همزة كسرة، ايه همزة ضم، او يعني انا هقول فوق ايه، فؤاد. ايه دي أصدقاء. أيوة شاطرة، برافو عليكي، قرأتي كده الهمزة كسرة، أحسنت. مع أصدقائه. دودو ركز معايا هنا. مع أصدقائه ال اي اي ال إلى ياء بصي استني احنا بقى هنقرأها سوا. ماشي يلا يا آدم. ذهبت آدم ذهب. ذهبت انت عايز تنام ولا ايه؟ كلها فاتحة. مش عايز انام امال بابا، مالك؟ كلها كلمة. ما هو انا اهو بقول لك يلا آدم آدم قوم خالص اغسل وشك بشوية مية. خالص يا دودو. هو عايز يقرأ يا شهد. يلا يا دودو انت هتقرأ الكلمة دي وبعدين احنا نقرأ سوا. آدم بس يا شهد اللي هيقرأ. يلا يا دودو. ها رحت فين؟ ما هو صعبة ولا مش شايفها؟ طب خلاص خلينا في دي. بصي استني، انا الحرف ده مش عارفه، انا اه الهمزة دي دي مش همزة، دي سكون وبعدين فتحة. خليك في دي، انا هقرأ تمام. اللي فوق. اقرأ دي بس يا آدم. آدم بس يا شهد. يلا يا دود. شل ايوه عارف الشيء، لكن مش عارف الحرف اللي جنبه دي. يا نهار الألف أبيض، ده الألف ألف مد يا وتاء دودو، ده احنا واخدينه مع بعض. ألف مد. تاء. استني يا شهد، استني ما يا انا شهد، بقولها له عشان مش عارفها. استني بس. هنا شال الألف ده مد، يعني أنا أيوه همد. أيوه شاطر. شاهد شاهدة أيوه شاهدة شطور. شاهدة شاهدة. شاهدة طب يلا نقرأ بقى سوا احنا القصة كلنا.
انا هقول الكلمة وانتوا تقولوا ورايا، يلا متفقين؟ ذهب فؤاد، ذهب ذهب فؤاد فؤاد يعني الولد ده اسمه فؤاد، مع مع أصدقائه أصدقائه إلى المزرعة، اسمها إلى المزرعة، المزرعة. عارفين المزرعة؟ إيه هي المزرعة بقى؟ أبويا كل شوية بيلعب مزرعة، فأنا عارفها. آه لا مش اللعبة، في مزرعة بتبقى حقيقية، أيوة اللي بيبقى فيها أيوة زرع هي نفسها. ويبقى فيها حيوانات، حيوانات المزرعة، برافو عليك. طب شاهد، شهادة شاهد شهادة الأولاد، يلا يا آدم مش سامع صوتك، شهادة الأولاد شاهد، شهادة لا الأولاد لا شاهد شهادة الأولاد، الأولاد شهادة أو الأولاد شطور شاطرين، فلاحا فلاحا يعني الشخص ده بيشتغل ايه؟ فلاح اه فلاح، يعني ايه فلاح بقى يا ادم؟ اللي هو بيزرع لنا الفواكه والخضروات، صح؟ صح ايوه اه تمام، شاهد فلاحا في الحقل، شاهد فلاح الحقل شاهد فلاحا في الحقل، يلا يا آدم في الحقل، ماما مش عارفة أقول، هي بتقول بسرعة وأنا مش عارفة أقول. والله ماشي ما انا أنا خلاص يا آدم انا اسف. لا لا يا حبيبي خلاص، هي هي شهودة بتقرأ وبعدين انت قول وراها، خلاص في الحقل، هي قالتها، انا مستنياك انت تقول، ممتاز. يستخدموا، يلا يا شهد، يستخدمون فأسا، فأسا رأى، فأسا، برافو عليك، رأى، رائع هي دي، رائع شاطرين، فؤاد، رائع فؤاد أيوة، مين بقى الشاطر يقولي دي اسمها ايه؟ فراولة اسمها ايه فراولة دودو؟ اه احسنتم، يبقى رأى فؤاد ايه؟ إلى الفراولة فراولة، في مد هنا، فراولة وفراشات، وفراشات ما سمعتش الشهد، وفراشات، وفراشات احسنت، كثيرة، كثيرة كثيرة شطورة، ممتازين، حولة، حول هيا شاهد، حولة حول الفلي الأبيض، الفلي حول الأبيض الفلي الأبيض، أحسنتم، يعني دي اسمها فراشات وده المفترض ان هو الفل الابيض، تمام يا شباب؟ يبقى احنا أبيض النهارده من، يبقى احنا يا شطار لما قلت فؤاد وفلاح وفأس وفراولة وفراشات وفل، كل ده يا شباب يعرفنا ان النهارده حرفين اسمه حرف ايه؟ الفاء اه حرف اسمه ايه بتوت عالي؟ فاء ايوه شطار. طب صديقنا الجميل ده كان اسمه ايه؟ فؤاد. فؤاد فؤاد اه وهذا الرجل كان بيشتغل ايه؟ فلاح ايوه كان بيشتغل ايه يا دودو؟ فلاح اه وهذه الفاكهة اسمها ايه؟ فارو لا قول انت يا ادم دي عشان ما تزعلش ها بصوت عالي، طيب فراولة شطور، ايه الشطارة دي؟ طيب مين اللي واقف على الفل؟ اسمهم ايه؟ فراشة فراشات، ايوه وهذا اسمه فل، فل اسمه ايه يا دودو؟ فل، فل
ممتاز جدا. يلا يا حلوين كده نكتب بقى حرفنا الجديد. يلا يا شطار، الفاء. الفاء هنكتبها ازاي يا شباب؟ انا عايزه اشوف كده شاطرين. حاسه انا مش شايفه في ناس كسلانه. فين الكسلانين؟ فين الناشطين؟ صحيح من بدري. ايوه معلش. يلا هنعمل ايه؟ الفاء بتكتب دائره فوق السطر. خدوا فاي بالكم الفاء لما تكون منفصلة ملهاش رقبة، يعني هكتبها كده واشد على طول خط أفقي واعمل لها خط رأسي صغير ونحط فوقيها النقطة مش هي زي دي. الفاء الفاي المكتوبة، زي الكتب المكتوبة كده، دي ايه؟ زي الكتب. هو انا مش سامعاكي يا شاهد، علي صوتك. الفاي هنحط لها حاجة، لا حاليا احنا هنكتبها منفصلة ومجردة كده ما فيهاش اي حاجة. يلا يا شاطرين. كنا بنكتب كلمة ايه؟ لا دودو، كنا بنكتب حرف الفاء المنفصل يا ادم، ركز معايا يا ادم. منفصل ايوه شطها. طب وريها لي اللي كتب، يوريني يا شباب. أيوة ماشي، برافو عليك، خلصتيها يا شهد صح؟ شهد معايا؟ هي كده مش شايفة يا شهودة، هاتيها كده شوية. لأ كده كمان، كمان. أيوة قربي بقى، ارفعي الدفتر فوق. أيوة بس ما تخليهاش مفتوحة، منسيش تعملي الخط الرأسي الأخير ده، تقفليها لأنها منفصلة اللي هي الحتة دي يا شهد. ماشي طيب، لما الفاء تيجي يا شباب في أول الكلمة هتفرد إيديها إيه؟ أول الكلمة فين إيدينا اللي مش بناكل بيها؟ اللي مش بناكل بيها دي ما بتاكلش بيها يا شيخ، اسمها أيوة هي دي، هنفردها اسمها إيه؟ اسمها اليسار. يلا افردوا ايديكم اليسار كده. ايوه يبقى الفاء لما تتصل من جهة اليسار بتكتب هكذا. خدوا بالكم طالما هي متصلة يبقى لها رقبة. بصوا هنعمل لها رقبة اهي. يلا يا حلوين، وبعدين خط افقي على السطر ونحط فوقيها النقطة، ومش هنقفلها لأنها متصلة يا شباب. أيوة شطور يا دودو، بس خلي في مسافة كبيرة ما بين الحرف والحرف يا آدم، عشان ده مش كلمة، عشان ما كنت نلزقهمش في شاطر بعض. كده و بعدها كتبت الفاء. ماشي برافو عليك. هو ايه ده، فين الفعل المنفصلة؟ انا شايفة المتصلة بس. أنا هفصلها عن بعضين. لا هاتيها كده يا شهد. أنا أكتبها تاني. هو انا مش شايفاها اصلا يا شهد، عشان مش عارف. كده. ايوه انا شايفه دي المتصله، لكن فين المنفصله اللي انا كاتباها بالاحمر؟ استني استني، انتي تقريبا الشاشه عندك عامله، استني انا هكتبها لك هنا. الفاعل المنفصل يا شهوده مبيبقاش ليها رقبه، بنعمل دائره ونعمل خط. لا سيبي دي المتصله سيبيها، وبعدين معلش، وهنعمل خط أفقي وخط رأسي صغنطوط، دي اسمها منفصلة يا شهد. أيوة يبقى احنا كتبنا المنفصلة والمتصل. بس يا أستاذ دودو ما تكتبش على الشاشة بتاعتي. الفاء لما تيجي في وسط الكلمة يا حلوين مين هيعمل طائر؟ هيا دودو
انا ايوه الطيور بتعمل ازاي؟ يلا افرد صح جناحاتك الاثنين. ايوه صح الفاء لما صح نعم حرف الطه. الفاء لا الفاء لما تيجي يا شهد في وسط الكلمة بتعمل زي الطيور، بتفرد ايديها الاثنين كده زي الطيور. يبقى لما نيجي نكتبها يا بس انا شطار بشوفها تعمل كده، بعديها توقف شوية بتعمل كده. ايوه. طب تعالى نعمل بقى كده، هنفرد ايديها اليمين على السطر خط افقي على السطر يا شباب. فراشة. مش هنكتب فراشة دلوقتي، استني احنا هنكتب بس الفاء الاول، الفاء اللي بتيجي في وسط الكلمة، ونكتب بعدها الفاء يا شباب، ونفرد ايديها اليمين. يبقى احنا فردنا شمال ويمين اهو، شايفة الفراشة الفاء قصدي الفاء عاملة ازاي؟ اه نقطة واحدة يا شهد، برافو عليكي، خليها نقطة واحدة عشان ما تبقاش كوف. مش شايفة يا دودو؟ ادم انا مش شايفة. لا ادم هاتها الناحية دي. اه برافو عليكي، ايوه شفتها، شطور شاطر يا ادم. اخر موضع خلاص يا ادم نزل، والله شفتها. اخر موضع للفاء يا شباب هي لما تيجي في اخر الكلمة بتفرد ايديها اللي بتاكل بيها، اللي هي اليمين، الايدين اللي بتاكل بيها. يلا يا شباب نفرد ايديها اليمين خط افقي على السطر. يلا يا حلوين خط افقي على السطر، وبعدين هنكتب الفاء اللي شايفين الفاء دي، هنكتبها تاني وهتبقى كاملة. يلا يا شطار، يبقى دي فاء متصل بتيجي في آخر الكلمة ومتصلة. شاطرة يا شهد، وريني كده يا آدم. مش شايف، مش شايفة يا دود، هذا الكشكول يا آدم للميس. بس خلاص ماشي يا آدم، نزل الكشكول شفتها. طيب الفاء يا شباب لما يجي فوقيها الفتحة يبقى صوتها ايه حلوين؟ لا فاء، فاء يلا نقول فاء فتحة فاء. طب فاء كسرة، فاء كسرة في، أحسنتم. وفاء الضمة فو، ممتازين. آخر فاء وهي الفاء الساكنة، فاء ساكنة. فاء ساكنة. يبقى تعالوا نقولهم كده على بعض، فا في فو فاء فاء ساكنة. فاء ها و في فاء و فا في فو، او لا مش او حبايبي، قولوا معايا واحدة واحدة، فا فاء في في فو فو فاء ساكنة. فاء ساكنة. طب تعالوا نشوف كده أصدقاء حرف الفاء. صديقنا الجميل ده اسمه ايه؟ الأرنوب ولا دول؟ لا ده مش أرنوب. طب هسيبه أرنوب، في شبه من الأرنوب. ده الصغنن اللي بيقرقد أي حاجة، ده اسمه ايه؟ اسمه ايه يا شباب؟ فأر. أجل يلا تعالوا نكتبها في الكشكول. يلا يا دودو اكتب فأر. وعندنا هنا الهمزة على ألف ساكنة. فأر شايفينها كويس ولا لا؟ بس كده، هي كلمة فأر من 3 حروف، سهلة جدا. أيوة ممتازة، برافو عليك يا جميلة. يلا يا دودو
يلا قفلت الصوت، يلا اكتب فأر. طيب معلش انا نسيت اعمل الواجب امبارح عشان كانت تعبانه. حبيبتي ولا يهمك يا روحي، بعد الشر. عشان بس كده بتذاكر لاخواتي، كان عندهم مدرسة الصبح وبتذاكر لهم. ربنا يقويها يا رب يا حبيبة قلبي، ولا يهمك. هيا طيب دودو كتب؟ نعم؟ هعمله النهارده، هبعت ابعتهولك. ماشي، اعمليه في الأجازة وبعتيلي كل الواجبات. يلا يا دودو. أستاذ آدم، دي كلمة من 3 حروف يا آدم، فقر. فأس ولا فأر يا لسه؟ فقر. فأر فأر. يلا طيب ما هو ليه لسه ايه؟ فين يا دودو؟ أيوة شاطر، ممتاز جدا. تعالوا بقى نشوف الكلمة اللي بعدها. اسمه ايه يا آدم؟ اسمه ايه يا شهد اللي بنشرب بيه الشاي؟ مش أنا شايف فنجان. الصورة. فنجان. مش شايف الصورة؟ استنى هعمل لك ثواني يا شهد، معلش. اهو يا ادم كده شايف. لا ايه ده اللي احنا بنشرب فيه، اسمه ايه؟ فنجان. فين؟ فنجان. 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 احسنتم. يبقى فيها كسرة، صوتها ايه يا شباب؟ في فنجان. في فنجان. 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 تعالوا نكتبها. الفيل كسرة يا شباب، هنحط الكسرة فين؟ فوق ولا تحت؟ تحت. إشارتك مائلة تحت الحرف، ممتازين. والفاء المتصلة من اليسار هتبقى فاردة ايديها مين؟ النون. ايديها النون اليمين ولا اليسار؟ اليسار. اليسار. طب انا قلت فين بعد الفاء ايه؟ نون. نون، ممتازين. نون وألف. ايوه شاطر يا دودو، قوي، عضلات باينه جدا. يلا يا قوي، يلا. فين؟ جا. يبقى ده حرف ايه؟ جيم. فين. جيم. ايوه فين جا. نون على يبقى هنا حاجة. الجيم. الجيم ايوه عليها، واستني، والنون عليها برضو، بس عايزه اعرف حاجه، الجيم عليها فتحه. انا سمعت الجيم صوت طويل ولا قصير؟ طويل. صوت طويل. ايوه يبقى فين جا. يبقى بعد فنجان. الجا نون. الف. ألف. الف مد. خدوا بالكم اللي هي الفنجال بتقرا فنجان. برضو فنجان، يعني ممكن اكتبها اخرها نون برضو تبقى صحيحه، فنجان. ايوه كملي فنجان. مد الف ونون يا شهوده، مد الف ونون. وريني كده. ايوه اخرها نون بقى، شطوره، نون. خدوا بالكم النون وهي منفصله بتنزل من على السطر، خدوا بالكم الكلمه فيها 2 نون، نون متصله ونون منفصله. سلامتك. بس بكون عادي. كتبتها ولا لأ؟ كتبتها. وريها لي كده. ثانية. هي فينها؟ برافو عليك، شفتها، شطورة يا شهودة، شطور يا آدم. طب يا شباب الفاء الضمة صوتها ايه يا شباب؟ ها؟ ضمه. فو. فو. مين عنده كلمة تبدأ بالفو؟ فاء ضمة. فقر. لا، فأر يبدأ بفو ولا يبدأ بفاء؟ فاء. أنا عايزة فو. فو. فن.
حاجة بنستخدمها في الصباح يا دودو انت وشهد. بون. لا غير المعجون، المعجون ده بحطه على فرشة. ايه؟ فرشة. ايوه فر. ها يا دودو اسمها ايه؟ فرشة. فرشة. اه احسنتم فرشة. احسنتم، شطار جدا. طب في حاجة تانية بحرف ال، دول تاني نعم وانا اكتب الحاجات دي تاني. لا دي في الواجب لسه هتكتبهم تاني في الواجب، بس احنا لسه هنكتب